حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها أكتر من بداية. الثورة التي غيرت شكل الفن وتمردت على الغناء ودخل بعدها قلوبنا بالأمر وليس بالاختيار. في 21 من يونيو عام 1929 بمحافظة الشرقية ولد العندليب. عاش عبد الحليم حافظ يتيما قبل أن يتم عامه الأول، ودرس الموسيقى فعشق آلة الأوبوا، ثم عمل بالتدريس بعد تخرجه، ولكنه سرعان ما تركه بحثا عن ذاته قبل أن يتعرف على الموسيقار كمال الطويل ومحمد الموجي، واللذان رافقاه خلال مشواره الفني. قدم العندليب الأسمر في أولى حفلاته أغنية صافيني مرة عام 52، إلا أن الجمهور رفضها لاختلافها عن أسلوب ونوعية الموسيقى السائدة في ذلك الوقت، ولكن حليم أصر أن يستمر على هذا النهج وأعاد غناءها مرة أخرى عام 53، وحققت وقتها نجاحا كبيرا. صافيني مرة وجافيني مرة، صافيني مرة وجافيني مرة، ولا تنسانيش كده بالمرة. صافيني مرة وجافيني مرة. تعاون حليم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين وتركوا بصمة في مشواره الفني، كان من أبرزهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الذي أبدى إعجابه بموهبة حليم ولحن له أغنية توبة كبداية لأعمال أخرى جمعتهما بعد ذلك. توبة 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 إن كنت أحبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة، وبعدها توبة توبة. علاقة حليم بعبد الوهاب لم تقتصر على الأعمال الفنية فقط، حيث ربطتهم خلال سنوات قصيرة علاقة إنسانية اتسمت بالرقي والصداقة. لو بتعمل لحن جديد وعايز تسمعه لحد، تسمعه لمين أول حد عشان أخد رأيه فيه؟ أسمعه لك أنت. بدأ العندليب مشواره السينمائي عام 55 ليشارك جميلات الفن الكلاسيكي والشاشة الذهبية تقديم 16 فيلما على مدار تاريخي، بداية من فيلم لحن الوفاء إلى أبي فوق الشجرة. جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا. كما قدم للوطن والثورة أغاني جسدت روح المقاومة وعكست حالات النصر والانكسار. بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفدني. وتعاون في هذه الأغاني مع عدد كبير من الكتاب والملحنين، من بينهم الشاعر الكبير صلاح جاهين. وقدام من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان، شبان والشبان في بلدنا بالصورة في أهم مكان. قدام من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان، شبان والشبان في بلدنا بالصورة في أهم مكان. ارتبط اسم حليم بقصص الحب وأثيرت شائعات عدة، كان من بينها شائع زواجه من السندريلا سعاد حسني والتي شاركته بطولة فيلم واحد خلال مشوارهما الفني. حبيبي الغالي، من بعد الأشواق بهديك كل سلامي وحنيني وغرامي. ولكن حقيقة الأمر أنه عانى كثيرا من مرارة تجربته في الحب بعد أن فشل في الزواج من الفتاة التي عاشقها. وفي 30 من مارس عام 77 رحل العندليب، رحل متأثرا بمرض البلهارسيا الذي لازمه منذ صغره، وشيع جثمانه في جنازة حاشدة ضمت الآلاف من المصريين. ليبقى العندليب رغم سنوات الغياب حاضرا في أذهاننا بأعمال فنية عشقها الجمهور رغم تعاقب الأجيال. مشتاق وأنا لسه مقابلك.